بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود اليوم الى جمهوريه اندونيسيا في زياره رسميه. وكان في مقدمه مستقبل خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله رعاه الله مطار حليم الدولي في جاكرتا فخامه الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهوريه اندونيسيا. كما كان في استقبال الملك المفدى معالي وزيره الخارجيه ريتنو مارسودي ومعالي وزير الشؤون الدينيه لقمان حكيم سيف الدين والسفير اندونيسيا لدى المملكه اغوس مفتوح ابي جبريل وحاكم جاكرتا باسوكي تجهاجا وعدد من كبار المسؤولين في اندونيسيا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا اسامه بن محمد الشعيبي واعضاء السفاره السعوديه بجاكرتا اثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في موكب رسمي الى قصر استانا الرئاسي. لدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود قصر استانا الرئاسي وسط ترحيب شعبي كبير بمقدمه الميمون جرت مراسم استقبال لخادم الحرمين الشريفين. حيث اطلقت المدفعيه 21 طلقة ترحيبا بالملك المفدى، ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الاندونيسي. عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كبار المسؤولين الاندونيسيين، كما صافح فخامة الرئيس الاندونيسي اصحاب السمو الملكية الامراء واعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين. بعد ذلك وقع خادم الحرمين الشريفين في سجل الزيارات وقال ايده الله يطيب لي بمناسبة زيارتنا الى الجمهورية الإندونيسية أن نشكر فخامة الأخ الرئيس جوكو ويدودو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين لفخامته موفور الصحة والسعادة وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، راجينا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين.